أنا هذه غصون أيست أفسرها صراحة. ليش كذي الغيرة ماكلة قلبها أكال؟ شنو ذنبنا إذا أنتي ما تزوجتي ولا عيلتي ولا أحد راضي أصلاً يطلب وجهك؟ روحي طقي لك فلر بوتكس تشوريها الشوشة هذه اللي حاطتها يعني تحسين الزمن واقف فيها بالتسعينات، ما شلون صايرة؟ وينك أنت وينك؟ ها حبيبي؟ ماما وديني مكتب. ليش ماما وديش مكتب؟ ما بغينا حسو يتعود عليك، ترى يحبك ما يبي غيرك، ليش تبي تروحين؟ لكن أطمع. شو اللي تبي ماما؟ تبي راتب زيادة أنا بعطيك، قعد يلا يخليك. يعطيك العافية. الله يعافيك. قاعد درسيني هذا ها؟ إيه. كالعادة رايح الديوانية. لا لا واحد من ربعي عزمنا على العشاء، بعدين بروح الديوانية. أدرية. راح اخذ منك كل شيء، كل اللي تملكينه هذا انا راح اخذه منك. وبنشوف من اللي يكسر الخاطر بالاخر. مرحبا استاذ. استاذ من فضلك انا من ما ادري من كم يوم كذي رفعت تقرير بخصوص موظف عندنا اسمها ابتسام، غياباتها تكررت وعدم حضورها، الى جانب هذا ما تحب تشتغل، وصراحه حرام كل بيزه تاخذ هذا معاش والدوله تصرف، مو صحيح هذا، يجب ان يكون في التزام بالعمل. ايوه شكرا شكرا لك استاذ ما تقصر، شكرا. شريفة وبعدين وياك انت ويا هالاكل رحت المكتب فطاير ورق عنب، شنو هذا؟ بعدين ترى ما حد ياكل من اكلك، بس انت اللي تاكلينه، طالعيش متنت صايره، شوفي روحك بالمرايه. ترى انا حاسب حسابك ما ابي. حبيبتي ما عبد الله انا اكل من عندك، شنو عندك؟ تعالي حبيبتي انا جايب اخوش فطاير. خلاص ما عليك ما حد تعرفينه. شن حبتش العافية. ها بنات تفضلوا يما. لا مشكورة. لذيذة. بدرية مالش خاطر حبيبتي؟ Identified.
قويت الله. الله يقويك. يا ليت بنيتي توديني المقبرة. أزور أمك الله يرحمها ويحللها. الله يرحمها. جتني في المنام وحسيت إنها تبي تشوفني. إن شاء الله يبا، بس ترى من أسبوعين كنا عندها. يبا كذي أنا ترى قاعدة أغيب وايد عن دوامي، لكن إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، يوم اللي مع أختك نروح نزورها. اللي تشوفينه يا أبوك، أبى أنتظر. شو أسوي بعد؟ حبيبي يبا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أقولك ابتسام، باكر دكتوري للساعة 12 معتذر. يعني شنو؟ واضحة بعد شنو؟ تين تاخذيني؟ لا حبيبتي، ردي بتاكسي. يبا كلمها، ما يصير شنو ارد بتاكسي قدام بنات الجامعة يقعدون يعيبون علي راكبة تاكسي، ما يصير. إيه عادي ركبي تاكسي، ما يصير أنا كل مرة أطلع من دوامي مبكر عشانك. يا بنيتي لا تفشين أختك. كل ربعها اللي وياها عندهم سيايير، وهي لازم عليها تركب بتاكسي. ما يصير يا بنيتي، ما يصير. إن شاء الله يبا، إن شاء الله. أنا بتصرف. بارك الله فيك يا أبوك. بارك الله فيك. لا استاذ، بس انا ما اقدر اقعد بدون خدامه. اذا هي ما تبي بولي واحده ثانيه، وين المشكله؟ لا لا ما اقدر انتظر، انا عندي دوام ولدي وين اخليه؟ خلاص خلاص تمام، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. عاد سامحيني يا فيصل، وايد كلفت عليك ادري. لا عاد عشان لقيتي بديل حق الخدامه اللي راحت. لا والله ما لقيت، عشان كذي باكر بجيب حسن بعد اخليه عندك. يلا الله كريم. ما علي. يا عمري انت مشكوره حبيبتي. حبيبتي. فاي. وهلا اذا خلصتي فرجي علي، بطلب الاذن منك لامشي لاني مستعجل. انت ليش عم تعقد الموضوع كل هالقد عزات؟ فجأة أنت شعلت النار بالعيلة وراح تخلي الأخين يحلقوا بينات بعضهم. هالقرار راح يتسبب في طلعت لي انت يا شاهين، بس لدنيتي كلها. ها قاعدة ايش عندك؟ ابد ما فيني النوم. هاي نامي وراك دوام باكر. إن شاء الله. أوف يا رب، إيش هالإشارة هذه؟ ما أدري. أوف. لفي على هذا عادي ترى. وين ألف فيه؟ لفي. أنت ما تبتونين واقفة، ما تعرفين تسوقين. أنا قاعد أشوف إن أنت ما تعرفين تسوقين. سكتي الهام سكتي. أنا بس خاطري يوم واحد أروح الدوام بكر. أوفر الزحمة. أنا لا عاد شبلي صراحة. يلا بسرعة يلا. زين. إنجاز مهامها للإطلاع على كافة التقارير السنوية. صباح الخير. صباح النور. سوري أدري تأخرت عليكم وايد، بس تعرفون طريق الجامعة دائما زحمة، الشارع كله واقف. تعودنا على الزحمة. يلا من خيره. ما شاء الله. شوفوا عاد أول مرة بحياتي أسوي كيك، لازم تذوقون تعطوني رأيكم، أوكي؟ يلا جرب. تسلم إيدك حبيبتي. سمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا منها. أقول لك أعطيها؟
تفضل استاذه. جيتي؟ اي هذه عاد انا اول مره بحياتي اسوي كيك. تفضلي. ها ايش رايك؟ زفره؟ هذه كنا مو مستويه صح؟ اي بس البنات ايش حبيتوا الكيكه؟ اي وايد حلوه. ما ادري بذمتكم الحين هذه مستويه؟ ما عليه هم يحبون بس يجاملونك. الله يزيد النعمه، الله يزيد النعمه، الله يزيد النعمه. تسلم ايدك ابتسم. وايد حلوه تسلم ايدك. اكيد حلوه. تذوقينها مع عبد الله؟ حبتي شبهان نعم الله عليك. ما يخالف عشان خاطر. ان شاء الله. مصيبه. اللي مثلك ما يطبخ ولا يسوي شيء. ألف ريال يا ابتسامي تمناك. شعار وجسم. مصيبة تصيبك. نعم. استاذة ما يخالف اليوم بطلع مبكر عشان بيب اختي بروح اخذها. ما بيسمع قصة حياتك روحي. اوكي مشكورة. أستاذ سبق أنا جيتك بشكوى على الموظفة ابتسام، صراحة وايد مستهترة ومهملة، يعني ما أدري أتي متأخر وتمشي مبكر، ما أدري هذا صار لعب مو دوام. صحيح والله كلامك صحيح، هذه غايبة 29 يوم، هذا غير التأخير. طيب هذا معناها أنه باقي لها يوم واحد وتصبح بحكم المستقلة ونفتك منها. لازم نطرش لها إنذار ولا شيء. صدقني أستاذ ما ينفع معاها لا إنذار ولا غيره. باكر إذا جت أطرش له انذار، وإذا غابت مرة ثانية جنت على نفسها. كيفك اللي تامر فيه أستاذ، من رخصتك. والله ماني عارفة شو أسوي، إذا الحضانة تاخذ ربع الراتب، وأنا يا دوب يكفيني لآخر الشهر، وعلي قروض، من وين أجيب لهم؟ دوري غيرها حبيبتي، لا تيأسين. مشكلة الحضانات العادية ما يقبلون فيه، لازم رعاية خاصة ومو مثل غيره. لا تقولين لهم. شو ما أقول لهم؟ أم عبد الله ترى من يشوفون وياه يعرفون. شوف بعدين معاك، كل ما أطلع من المكتب كل ما أدش ألقى تليفونك بيدينك، ركزي بشغلك. أستاذة أسفة بس أنا قاعد أدور حضانة لأن ولدي وضعه كلش مختلف، مو لاقيت له حضانة. وإحنا شكو بهالسالفة ترى ذبحتينا، شوفي الصرفة، هدي التليفون وركزي بشغلك أحسن تاخذون معاشات. شنو هذا؟ ولدي 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 بعتي لنا في عاد. حسبي الله عليك من مرة ما يطلع من حالك إلا السم. حبيبتي روان لا تتكدرين، هذه واحدة أصلا ما تخاف ربها. شوفي أنا أعرف حضانة، أعرف مديرتها، وبكلمها عشان تسوي لك خصم بالسعر بعد. لا تكدرين عمرك. كان زين والله تسوي فيني خير. إن شاء الله. جزاك الله خير، ما قصرتي حبيبتي. حلت المشكلة يما خلاص؟ الحمد لله الله كريم، الحمد لله. ايش فيك؟ انت للحين ظهرك عورج؟ تخيلي بعد الحادث ما قدرت اتهنى يومين على بعض، رجع لي الالم مره ثانيه. زين مو الدكتور قال تسوي علاج طبيعي، ليش ما قاعد تروحي له؟ قاعد اروح مره بالاسبوع بس هم بعد ماكو فايده. يا ربي زي يلا دام تعبانة خلنا نرجع البيت. خلاص برد البيت بعد وين بروح؟ Thank you.
كلام بس، ليه متى نسيه؟ خليه يولي، شوفي شلون عايش حياته وانت قاعد تقطعين من داخل. ايش فيك؟ خلاص نسيته؟ زين يلا امشي. يلا. هلا عمر فيصل حبيبتي. هلا. سامحيني ان شاء الله ما تاخرت عليك اليوم. لا ليش؟ عادي. ها شلون حسوني؟ تمام والله الحمد لله الحمد لله. حبيبي حبيبي الماما حسون امي. ها ايش فيك؟ هيا امي انت تعال. سامحيني سامحيني فيصل، والله انا مقدره وقفتك معي. لا حبيبتي ولا تشيلين هم حياتي، بس والله بكره يعني ناس على العشاء، وتدرين الصبح لو تجيس حق العشاء. اي ولا يهمك حقك، اصلا انا خلاص حصلت له حضانه بوديه. اي حبيبتي زين تسوين؟ الله يوفقك حياتي. يا عمري انت مشكوره حبيبتي مشكوره، وسامحيني. لا تعال ماما تعال حسون يلا تعال 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 حبيبي تعال تعال يلا يلا شاطر شاطر حسون يلا تعال تعال. ها بسم الله عليك. اشوف. ها ماما كاني 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 امي انا حبيبي بسم الله عليك. يلا يلا روح يلا روح البيت يلا سيب جنبتك يلا تعال تعال يلا. ما علي ما علي يلا حبيبي خلاص أغراضنا أخذهم عقب تعرفينا. يلا يلا تعالي يا ماما تعالي يا حبيبي. شاطر عمري فيصل مشكورة ما قصرتي. أعطيني هذا يلا يلا ودعتك. والله خوش حضانة، أنا وايد مرتحت لها ومهتمين بالولد، بس مشكلتهم بيزاتهم غالية. ما علي حبيبتي، الله بيفرجها إن شاء الله. بنعمة بالله إن شاء الله. ابتسام عسى ما شرش فيك. لا ماكو، بس رجع لي عوار الظهر مرة ثانية. خذي مرضية حبيبتي وارتاحي. الدكتور قال لي أسوي علاج طبيعي وكاني مستمرة على العلاج. إي بس حبيبتي أكو شيء بالإنترنت. شوفي انا حالتي غير لاني مسوي حادث من سنتين ومن وقتها وبالحاله هذه. الله يعينك ان شاء الله. الله يشفيك ان شاء الله حبيبتي. الله يسلمك. وانت بدريه؟ لا كلش مو معانا. وين رحتي؟ وين سرحتي؟ لا معاكم بالصراحه بالي مشغول شويه. بشنو؟ بشنو سرحتي؟ ما ادري افكر وين اروح هالسنه، باريس ولا لندن ولا وين. اشتهوا كل بوم رايحت لهم قبل. شوفي لك مكان جديد احسن. اي صادقه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. خلاص روح. حياك. هلا استاذ غصون. هلا استاذ. انا دزيتك الانذار
وقعيه قبل ما تسلمين حق ابتسام. وصل الانذار، هذا رد ابتسام على الانذار. شنو هالوقاحة؟ قلت لك استاذ، قلت لك الاشكال هذه ما ينفع معاها لا انذار ولا غيره. شياب يوم واحد وراح تنفصل. ارجو يا استاذ، ارجو انك تكون حازم يا استاذ، مثل هالاشكال تحتاج الى القرار الحاسم. الله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك. لا. ابتسام تعالي ابيك شوي بالمكتب. ان شاء الله يستر. استريحي. سلامات. كنا ظهرك يعورك ها؟ اي والله رجع لي العوار مره ثانيه. ليش داومتي؟ لا ما يصير يعني هذا الدوام مو كل مره يعني انا اتاخر وما اي عشان ظهري. لا 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 انت ارتاحي بالبيت وانا اكتب لك مرضيه. صدق؟ اوكي مشكوره استاذه. انا اذنك. أنت اللي مشكورة لأني ما راح أشوف وجهك بعد. يا ربي أكره رياضيات مو قادرة أفهمها. على أساس أن الكيمياء والفيزياء فاهمينهم يعني. يلا باي. واي ماش هالازعاج الحين هذه الاغاني ازعاج؟ عيال اغانيك الانجليزيه اللي تحطي لي اياها شو يسمونها؟ هلا هلا بولدي الشاطر. هلا هلا يمه. ها شلون المدرسه وياك؟ الحمد لله. اي يمه اليوم امتحان 10 من 10. عفي على الشيخ والله حبيبي ولدي شاطر. ما بس كذي. Thank you.
ما عليه حبيبتي، ما عليه، كلهم يسهرون، ايش تبين فيه؟ بس ما رده لك. يلا يا عيوني ديري بالك على نفسك، لا يحوشك المرض من القهر. مع السلامة. كمين قاعدة تحاكين؟ حاكي ندى، انت ما تعرفها زين، قاعدة وتدلع. إلا رايلي يسهر بالديوانية، ولا رايلي يروح الحداق، ولا يسهر ويروح ما أدري وين. ايش تبين أسوي له يعني؟ زين أنت تحاكين بنتك، وبنتك تشكل حال من رايلها. نظراتك لي هذه اشتغلتني فيها. ويا بعد عمري، أنت عاد عين السيح. أنت ما في مثلك بالدنيا، أنا كنت أتغشمر بس معاك. يا بعد عمري، أنت طول عمرك على الصراط المستقيم. عبالي بعد. زين وين البقلاوة؟ إي البقلاوة، الحين أروح أجيبها لك. وش تبي مع البقلاوة بعد؟ بقلاوة يبي لها عصير. خوش. عصير وبقلاوة اليوم، خوش مسلسلات سهرة. توكل على الله. يلا حبيبي. هذا الترخيص المزاولة، ترخيص مهني صادر من الجهات المعتمدة. إيه. بس هذه وينها؟ الحين ما وصلت. مو قالت لك ظهرها يعورها؟ قلتي لها تغيب؟ بعد بتقولني شيء أنا ما قلته؟ هاتش سلمي هذه ست الحسن والدلال وقولي لها أنها مفصولة. لو خلصنا منها باجي ملكة الغرور أكسر تاجها وقرطها بالأرض. شريف الله يهداك، قاعد تقولين غصون بنفسها قالت لي بتسجلها مرضية؟ والله غصون هذه أحد يثق فيها؟ يا ربي هذه مصيبة، مصيبة يا أم عبد الله. ترى أنا مسؤولة عن كل شيء بالبيت، كل صغيرة وكبيرة. يعني أختي بالجامعة أنا مسؤولة عنها، أبوي طالع تقاعد، يعني إيش راح أسوي؟ أنت تعالي باكر وتكلمي مع غصونه، يمكن تسوي شيء بحياته زين وتكلم المدير؟ إن شاء الله، إن شاء الله خير. مع السلامة. يلا حبيبتي، مع السلامة. الله يوفقك إن شاء الله. ابتسام عسى ما شاف. ابتسام ايش فيك؟ ابتسام ممكن اعرف ايش صاير؟ او ايش قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انه في وحده مهمله مستهتره وخذت يزاها. هي بس انت قلتي لي قاعد اسجلها مرضيه. لا انا ما قلت. اروح حق المدير لاني انا متاكده ان الشيء هذا انت اللي دبرتيه. ايش ناطره؟ روحي روحي وانا جايه وراك حق المدير. روحي. لو سمحت يا استاذ انا بعرف شلون تفصلوني الحين. انا شلون بعيش انا واهلي؟ شلون بصرف على ابوي وعلى اختي؟ ايش بسوي؟ شنو هالوقاحه؟ انت ما فكرتي قبل ما تغيبين 30 يوم؟ لا بس غصون قالت لي انها بتسجل لي مرضيه. والمرضيات يسجلها الطبيب ولا غصون؟ بس على الاقل خبروني، قولوا لي، مو كذي تفصلوني على طول، دزوا لي انذار اي شيء. ولا الانذار اللي شقيتي؟ اي انذار؟ ما وصلني شيء. ارجوك لا تكثرين حكي اذا سمحتي. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اسمحني. <تصفيق
حسبي الله عليها. بدال لا تدافع عنها شوفي شنو سوت، اكيد هذه دوابيرها. بس شرفي حبيبتي لا تبكين، حتى لو ما راح نشوفها كل يوم اكيد بنتواصل معاها. بس يا عمري انتي بس خلاص عاد لا تبكين. يما ايش فيك ساكتة؟ ايش قلت؟ ايش فيك ساكتة؟ هذا اللي قلته. لا يما ما فيني شيء بس سرحانة شوية. أنت شلونك؟ شلون المدرسة وياك؟ الحمد لله. وأنت عالدور؟ يما ما تسمعك حاطة أغاني. يلا ما عليه خلها على كيفها. سلام يبا. قوي يبا. هلا 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 حبايبي. هلا هلا حبيبتي. هلا والله. يلا روحي بيت بابا. ريحتك كلش. روح اسبع روح. عاد دياي ما ادري عاد شنو. سلام. سلام هلا. ها في غدا ولا ما في غدا؟ ترى ميتين من اليوم. على ولك كذي؟ بسم الله توني داشه. قولي شلونك؟ اخبارك؟ شلون كان يومك؟ الغدا موجود ما راح يطير بالثلاجه. الحين سخنه. زين ايش دعوه ترى ما قلنا شيء. ايش فيك معصبه؟ صح ولا لا؟ ايش قلنا؟ تم العون؟ ها؟ اكيد الحلاوه بحجك هاي من الصبح وانتي تبي غدا؟ تبي ناكل؟ هذا غدا اليوم. هذا غداك؟ خليني اشوف الحين يحطون غدا 13. ها؟
يا شنو هذا؟ عيشك ملحه ناقص. جانو جانو. نعم ماما. جيب المملحه. وانا فاضي قاعد املح بالعيش يعني؟ يعني شو نسوي فيه؟ نقطه مثلا؟ سوي بس فيش؟ ما قلنا شيء، ايش فيك انت؟ من قلنا كل مره رديتي علينا بعشر؟ ما ادري عنك، ما تقول زوجتي موظفه راده من الدوام تعبانه يعطيها العافيه مسويت لنا غدا، ما في شيء عاجبك. زين 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 يبقى خلاص خلاص. يا